فهذا المثال انه بس يوضح لك تأثير الكي، تأثير تغير قيم الكي على موقع الجذور، زين. بس لو اخذنا مثال شوية معقد اكثر من ذاك، ان هذا المثال بس شنو عندنا الاوفن لوب ترانسفر فانكشن هاي بهالشكل هتشوفوها امامكم. لو نطلع الكاركترستيك ايكويشن راح تطلع عندي هاي الكاركترستيك ايكويشن اللي هذا اللي هي المقام، هاي مقام المقام هذا. شنو جذورها؟ نطلع جذورها نفس الجذورها عدة طرق. زين المشكله واحنا ليش نرسم شنو ليش نرسم نسوي روت لوكس اساسا ليش نسوي؟ ليش؟ لانه صعبه نقعد نحسب قيم الكي لكل قيمه، نقعد نحسب كل قيمه تغير نحسب قيمه الكي، كل قيمه تغير نحسب قيمه الكي، فهي صعبه. فلذلك هم اكتشف هذا والتر او طرح هاي الطريقه على مود بطريقه جرافيكالي نوجد شلون الباراديم مال تغير قيم الكي ونقدر نتبعها بسهوله بطريقه بسيطه باي رف، يعني سكتش باي رف لي بالايد، ما في داعي لانه خلينا نقول سوفيستيكيتد دراونج. بالماتلاب هم اكو طريقه، هي ار ال او ار روت لوكس، هم واحد يقدر يستخدمها وان شاء الله يصير اصلا. بس قلنا انه اول ما نجي لاي ترانسفير فانكشن، لو كانت عندي هاي ترانسفير فانكشن كمثال، هاي ترانسفير فانكشن اريد اطلع حاليا، بس احنا مو بالنظام، بس هاي اريد اطلع لها شنو الجذور البول والزيروز. قلنا شنو جذور البسط شنو زيروز اسمها، وجذور المقام شنو بولز. هم معلومه اخرى انه الروت لوكس هو سايمتريك متناظر وذ ريسبكت تو ذا ريال اكسس. وين الريال اكسس؟ هذا الريال اكسس، يعني ترسمه فوق نفسي ترسمه جوا متناظر، ترسم خط بهالاتجاه ترسم خط بهالاتجاه متناظر، شلون ده ينعكس؟ ترسم خط افقي هنا ترسم خط افقي، واضح؟ زين هنا هذا نمبر اوف برانش، عدد الفروع هو يساوي عدد الاوردر مالت الارض. وقلنا شنو البولز راح نرمزهن برمز اكس، والزيروز راح نرمزهن برمز او. بس هنا شنو جذور البسط؟ هذا البسط شنو اس زائد واحد، الجذر مالته شنو؟ اس يساوي سالب واحد. قلنا البسط شنو جذوره؟ اسمه زيروز، يعني عندنا زيرو واحد، انت شنو اس يساوي سالب واحد. تجي لي هنا اس يساوي سالب واحد، خلي دائره، باعتباره زيرو. زين شنو جذور المقام اللي هنا بولز؟ عندنا اس يساوي صفر، واس يساوي سالب اثنين، واس يساوي سالب ثلاثه. اس يساوي صفر وسالب اثنين وسالب ثلاثه. بما انه بولز نجي اكس يساوي صفر على الصفر تخلي اكس، ماشي؟ الاس يساوي صفر على الصفر تخلي اكس. فالدور الاس يساوي سالب 2 تجي على سالب 2 تخلي اكس، اس يساوي سالب 3 تجي تخلي هنا اكس. بس هاي اول خطوه انه تجي تخلي البول والزيروز على شنو؟ على الريال اكسس. هاي اول خطوه، بالخطوات الرسم. القاعده الاولى انه الروت لوكس انكلود اول ذا بوينتس ان ذا ريال اكسس تو ذا ليفت ان اود نمبر. قلنا شنو؟ قلنا نحسب انه تجي تحسب شنو؟ الـ odd number، يعني مثلا عندك هنا هذا شنو؟ جذر، بغض النظر هو بول او زيرو. بما انه هذا مفرد عليه يصير شنو؟ اكو عندنا شنو؟ روت لوجر، اجر خط، زين تجي هنا لان شلون صار عندنا هذا جذر وهذا جذر، هنا شنو؟ صار عندنا زوجيات، اذا ماكو هنا عندنا روت لوجر لانه زوجيات، تجي هذا واحد اثنين ثلاثة. لان ثلاثه فرديات، اذا على يسار هذا شنو؟ اكو روت لوكس، خلينا نجر خط. هذول هنا صار اربعه، هنا اكو روت لوكس ما. فاذا اول قاعده انه شنو؟ جر خط تو ذا ليفت اوف ان اود نمبر اوف شنو؟ بول اوف زيرو. طبعا قاعده بسيطه جدا ما يحتاج لها واحد يقطع بها. زين قاعده ثانيه شو يقول؟ يقول الروت لوكس تبدا اورجينيتس فروم بول، تبدي من البول وتنتهي وين؟ ان ترمينيتس ات ذا زيرو. واضح؟ انكلودنج انفينيتي زيرو، وكذلك الزيرو اللي عاد انفينيتي. بس راح نشوف شنو هاي الانفينيتي زيرو. شنو معنى هاي؟ معنى الحاله انه انت لما تجر خط، هنا جريت خط اتجاه، عندنا هنا بالروت لوكس عندنا اتجاه، لازم تحدد الاتجاه، اتجاه وين؟ دائما الاتجاه يطلع من البول يدخل وين؟ بالزيرو.
يطلع من البول يدخل بالزيرو. فاذا لقيت هنا بول وهذا زيرو واكو خط هنا، فتحط السهم باتجاه وين؟ باتجاه الزيرو. واضح؟ فيطلع من البول يدخل وين؟ بالزيرو. الاتجاه جدا مهم، الاتجاه جدا مهم. زين، هاي الحاله عندنا شنو؟ عندنا هذا بول فيطلع من عنده، قلنا دائما يطلع من البول ويدخل بالزيرو. زين، هذا بول طالع من عنده بهالاتجاه، هذا بول هم طالع من عنده بالاتجاه، ايش راح يصير؟ راح نشوف ايش راح يصير. وانا صراحه اعطيك ملاحظه انه راح ينصدم ويطلع من خارج، بس احنا هسه خطوه خطوه على مود تسلسل المعلومات. بس اهم نقطه انه شنو؟ يطلع من الفول ويدخل من الزيرو، واذا ماكو هنا زيرو راح يصادم ويطلع. هسه راح نشوف ان شاء الله يصادم. بس هاي القاعده، خلينا نقول القاعده زيرو عرفناها، والقاعده رقم واحد عرفناها. طبعا انتم كيفكم شو تسمون القاعده؟ هي قاعده رقم واحد، هاي قاعده رقم اثنين، او هاي قاعده ذيك قاعده رقم صفر، هاي قاعده رقم واحد. المهم، المهم انت دائما اي مثال، اي مثال يجيك تسلسل بهاي الخطوات، اهم شيء تسلسل هاي الخطوات. زين، هسه بعد ما كملنا حددنا شنو البول والزيرو على شنو؟ على الاكس اكسس، ورسمنا الروت لوكس على الاكس اكسس. نجي انه بهاي الحاله، هاي الحاله خلينا نقول هاي الحاله اللي هو هذا عندنا بول وبول، ايش بيهن؟ هذا راح يطلع من عنده، هذا راح يطلع من عنده، راح ينصدم، واحده راح تصدم الثانيه وراح يطلع، راح يطلع للخارج. بس ما يتجهن بهالاتجاه، ما يتجهن عمودي، ما يتجهن بهالاتجاه. طبعا هذا كله مهم، لان اذا تجهن بهالاتجاه النظام كله يبقى مستقر، اذا تجهن بهالاتجاه النظام فترة من الفترات مستقر، بس بعدين شوي راح شنو؟ راح يصير غير مستقر. فهاي العملية اتجاه لما طلعت عملية مهمة نوجد وين اتجاه. فاكو طريقة انه يسمونها اسيمبتوتس، المحاذي. شلون نحسب المحاذيات؟ انه هذا لما يطلع المن راح يحاذي، ياخذ مستقيم راح يمشي بهالاتجاه، لو بهالاتجاه او بهالاتجاه. فنحسب المحاذيات على مود نعرف ذني لما ينصدم وين يطلع وين يحاذي. فنجي طريقة عدد، حساب عدد المحاذي. أنت كل سؤال راح تطلع عندك عدد المحاذي، كم محاذي عندك؟ طبعاً الخطوات كلها المطلوبة عندك في كل سؤال، تجي تحسب الكلهم، تجي تحدد البول والزيرو، تجي هنا ترسم الروت لوكس على اكس اكسس، تجي تحسب محاذي. هسه اكو او ماكو عليك تحسبه، تجي هنا تحسب انه هل اكو محاذي او ماكو محاذي. حتى لو ماكو المفروض يطلع لك صفر، اذا اكو يطلع لك رقم. بس انت ذني الخطوات كلها المطلوبات من عندك تحلهن شنو؟ لكل سؤال. زين، هسه اول قانون بالمحاذي اللي هي الرول، قاعده الثانيه هي شنو؟ المحاذيات السيمبتوتس. زين، شو تسوي بالسيمبتوتس؟ تحسب عددهن وتحسب الزاويه مالتهن، تحسب عددهن وتحسب الزاويه مالتهن. هسه العدد مالتهن شنو؟ العدد مالتهن شنو؟ بسيط، انه شنو؟ الان الار، طبعا عددهن هنا على الريلاتيف ديجري، الريلاتيف ديجري نمبر اوف اسيمبتوتس، عدد محاذيات يساوي لي شنو الريلاتيف ديجري. الريلاتيف ديجري شنو الريلاتيف ديجري؟ هي شنو الديجري مات النيوميريتر، مال الدينومينيتر العفو، الديجري مات المقام ناقص الديجري مات منه مال البسط. يعني اذا كان عندك هنا اس اس 5 وهنا اس اس 3، فش تقول؟ تقول يا بال ار شنو 5 ناقص 3. واضح؟ اللي هي خلينا نقول هي الجذور هم مثلا، يعني عدد ال... او تقدر تقول بعباره اخرى شنو؟ عدد البول ناقص شنو؟ عدد الزيروز. يعني اذا عندك بول 5 وزيروز 3 هذا ناقص هذا. او انت تجي على الاس، تجي على اسس الدينومينيتر واسس شنو؟ النيومريتر تطرح، وواضحه وسهله، فيطلع عندك شنو؟ عدد الاسيمبتوتس، عدد المحاذيات. زين، بس احيانا تطلع عندك محاذي واحد، فيطلع مثل هذا. طبعا محاذي واحد، طبعا نحسب الزاويه مالت، شنو الزاويه؟ الانجل مالت الاسيمبتوتس. شو يقول القانون مالت الانجل اوف مال المحاذيات؟ يقول باي على ار، طبعا هاي الار اللي حسبت، مضروب في 2 كي زائد 1. الكي عداد يبدأ من من الصفر، ها انتبه، عداد يبدأ من الصفر وينتهي لمن؟ ار ناقص 1. فانت شو تسوي؟ اول زاويه تحسبها تحط صفر وتحسب تطلع زاويه، ثاني زاويه تحط واحد وتحسبها، ثالث زاويه تحط اثنين تحسبها، الى ان توصل شنو؟ يا رقم اللي هو ار ناقص 1. هذا ار ناقص 1 هو 10، تحسب اللي 10 كذا زاويه. اذا هو بس واحد راح تصير عندك بس الصفر، اذا كان خلينا نقول ار 1، سو 1 ناقص 1 صفر، فكي صفر، فبس تحط شنو؟ صفر هنا تطلع لك زاويه واحده.